وفي حاجة مزعلاني في البلد عندنا في مصر. ايه ايه؟ فريق كورة مسمينه الفراعنة، وكل ما يكسبوا الفراعنة هم. يا جماعة الفرعون ده كان كافر، الفرعون ده ما كانش يعرف ربنا، هو انت فرحانك فرعون؟ لا لا، بيقول لك هذا تاريخنا نعتز فيه. لا بص، التاريخ زي ما هو فيه تحتمس، وزي ما فيه أحمس ونفرتيتي، ده تاريخ تمام. طب ما أنا ممكن أقول إيه بقى؟ ابن مروان، الناصر، صلاح الدين. يا جماعة تاريخ البلاد ما بتسماش بحجمة من الزمن، مصر هي مصر، خلي بالك. طب ما هو شجرة الدر حكمت مصر، الفريق كرة ميرا بقوله فريق شجرة الدر. يا جماعة لا، مصر يا مصر، مصر بلد عظيمة بتاريخ عظيم، كل حاكم جه أدى دوره، واخد بالك. أنت بيزعلك لما تسمع أن والله إحنا رايحين مصر، أو مصر كسبت، مصر بلد الفراعنة كسبت. لا أزعل. تزعل مصر، بس اللي أزعل هات لي بلد ذكرت في القرآن بشكل مباشر 4 مرات و19 مرة بشكل غير مباشر. مصر، ده أنا افتخر أنا مصري، زي ما أنت بتفتخر أنك كويتي، وده افتخر أنه عراقي، وده أنه سوري. أصل كل البلاد دي حضارات تمام. أنا افتخر أن أنا ليبي، فأنا افتخر لأن عندي حضارة فرعونية، فافتخر بحضارة الفرعونية كمصري. لا أنا افتخر أن أنا مصر بكل حضاراتها بقى، ما هي مصر مش حضارة بس فرعونية، حضارة فرعونية وحضارة إسلامية، ويوم المماليك وجيوم العثمانيين الأطراف، كل دول جيهم تمام. فأنا ما أقدرش أقول إيه أنا فرعون، أنا مش فرعون. أنت ولسه بتقول إيه الدكتور عمرو سألك جماعة بنصر إيه فرعون؟ فرعون دي شتيمة ولا كويس؟ أنت تشوفها شتيمة ولا كويس؟ لا شتيمة.